25/4/2019 من استوديو شمس البحرين. نصبح عليكم مشاهدينا بالخير ويا هلا ويا مرحبا فيكم في الحلقة الختامية لموسم برنامج شمس البحرين. حلقة الخميس دائما تكون متميزة وخفيفة. شنو محضر لنا فريق الإعداد؟ نتابع في هذا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم، أنا محدثكم فيصل الحارثي من المملكة العربية السعودية، مذيع النشرات الإخبارية بقناة الإخبارية السعودية. يعتبر مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية أول مركز للتدريب بالمحاكاة في مملكة البحرين. الكذب من الصفات اللي تتكون عند الطفل في مرحلة البدء بالكلام. سيمينار البحرين، دورة تدريبية قام بها المهندس الكويتي أحمد عبد العزيز المطوع بفندق فور سيزن البحرين. ومن بعد ما تعرفنا على أبرز عناوين حلقة اليوم، ننتقل معاكم ونتعرف على هالتقرير حول برنامج تبادل الزيارات بين مذيعي دول مجلس التعاون لعام 2019 واللي نظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. نتابع التقرير والراجعين في الاستديو مع ضيفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم، أنا محدثكم فيصل الحارثي من المملكة العربية السعودية، مذيع النشرات الإخبارية بقناة الإخبارية السعودية، حيث أنني أسعد بتقديم نشرة أخبار الثالثة من تلفزيون مملكة البحرين الشقيقة لكم، وذلك ضمن برنامج التبادل الإعلامي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولكن قبل أن نبدأ هذه النشرة نطلعكم على أبرز العناوين. سعيا من جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بشأن برامج تبادل الزيارات بين مذيعي دول مجلس التعاون للعام 2019، حيث رشحت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية كل من المذيع فيصل الحارثي والمذيع سعد القحطاني للمشاركة في تقديم النشرات الإخبارية في مملكة البحرين. صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، لحضور تخريج الفوج 12 لطلبة برامج الماجستير التي يطرحها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على خير في أمان الله. للحديث أكثر حول تبادل الزيارات الإعلامية يسعدني أن يكون معنا اليوم المملكة العربية السعودية الإعلامي سعد الشبلان القحطاني. هلا مرحبا فيك، حياك الله في ديرتك الثانية. أهلا وسهلا بكم، وشاكر لكم على حسن الاستضافة وشاكر على حسن الاستقبال وهذه التجربة الجميلة جدا. احنا أكيد سعيدين بتواجدك اليوم معنا، لكن في البداية لو بنتكلم معك أكيد سعد، شلون شفت تجربتك في المشاركة أكيد في قراءة أو تقديم نشرة الأخبار في تلفزيون البحرين؟ أول شيء حاب أشكر القائمين في تلفزيون البحرين وهذه التجربة الجميلة. حقيقة هذه أول تجربة لي في تبادل زيارات المذيعين بين دول المجلس، كانت حقيقة شيء جميل جدا وتجربة يعني جميلة بالنسبة لي، يعني في تقديم الأخبار، في رؤية شيء جديد مختلف عن البيئة التي قدمت فيها فترة طويلة. جميل، هل كان في اختلاف أكيد بين تواجدك اليوم في مملكة البحرين وأيضا في تقديم كل الأخبار في المملكة العربية السعودية؟ تقريبا هي نفس الـ نفس الأجواء، نفس الأجواء تقريبا، لكن أشعر ولا أشعر يعني بغربة حقيقة، نفس الزملاء نفس، وكانوا صراحة يعني بسطين في كل شيء صراحة. الجميل في هذا يعني في التحرير، في صياغة الخبر، في حتى في أبسط الأشياء كنتم جميلين صراحة، وتجربة سعيد بها صراحة. احنا اللي سعدنا اكيد من خلال طلتك على شاشة تلفزيون البحرين اكيد تقديم نشرات الاخبار. يعني سعد خلينا نتكلم اليوم، كونك اعلامي يعني سعودي ومتمكن ما شاء الله عليك ولك خبرة في المجال الاعلامي، شلون تشوف تطور الاعلام السعودية؟ الاعلام لدينا زميلتي الحمد لله بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله سمو ولي عهده في نقلة نوعية،
وتوجيهات وملاحظة الدكتور تركي الشبانة، وطبعا قائد هذه الجهاز الأستاذ داود الشريان، فيه تغير كبير جدا في فتح المجال للشباب لكي يطوروا ولكي يأخذوا مكانهم الحقيقي في تقديم برامج، في نشرات، في 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 دعم العنصر النسائي الآن، صحيح. في متواجد الآن في نشرات الأخبار، نعم، في جميع البرامج. فهناك شيء جديد إن شاء الله، التطور دائما مستمر في الإعلام فعلا في المملكة العربية السعودية. يعني اليوم لو بنتكلم أكثر، كونك أكيد إعلامي ومتمكن، يمكن في كونك مذيع في تقديم نشرات الأخبار، هل قدمت من قبل برامج تلفزيونية بعيد شوي عن الأخبار وشفت الفرق ما بينهم؟ بالنسبة لي أنا تقديم الأخبار يعني لا أبتعد كثيرا عن الأخبار، يعني وأنا قدمت برامج إخبارية قريبة من المود الأخبار. إيه نعم. فالأخبار أنا ابن الأخبار. ابن يعني. الأخبار. يعني ما تفضل تتجه حق البرامج التلفزيونية أكثر كثر ما تكون البرامج الإخبارية اللي تخص الأخبار. يعني أنا أتوقع وأعتقد أن التخصص مطلوب في الوقت هذا، يعني التخصص مطلوب في كل مجال، وأن كنت أرى أن المذيع يكون شامل في هذه، ولا يمنع التجربة. صحيح. لا يمنع التجربة في أي اجتماعية، برامج اجتماعية، اقتصادية. جميل. حلو حلو يكون في تنويع، لكن في المجال اللي انت تحس انك متمكن فيه وتحبه وقريب لقلبك. يعني سعر، خلينا نتكلم اليوم اكثر، شنو مميزات يمكن الاعلامي الناجح اليوم؟ كيف نقدر نقيم ان هذا الاعلامي هو اعلامي ناجح؟ الاعلامي الناجح هو من يعرف مساره الصحيح ويكون ملتزم في عمله، يعني لديه وعي كامل بالمجال الذي هو فيه، ثقافة، كما قلت التزام، صحيح، خوض جميع المشاكل التي تواجه يعني الإعلام. هو مجال فيه من الصعوبة الكثير، صحيح. يعني فالإعلامي لازم لديه نفس طويل حتى يتميز ويبدأ حتى يتميز وحتى ينجح. بشكل عام الإعلامي هو من يعرف قدراته. جميل. ويعرف أن لديه قدرة في المجال المعين ويتوقف عندها، لكن لا يمنع هذا أنه زي ما قلت لك أنه يخوض في تجارب مختلفة عشان أكيد يكتشف يمكن تخصصه وين أو إبداعاته في وين. يعني سعد، اليوم يمكن كثير من الطلبة يدرسون ويتوجهون لدراسات مختلفة، أيضا هناك من يتوجهون لدراسة الإعلام، فشلون تشوف الإقبال يمكن من قبل الشباب في هالوقت على دراسة الإعلام في الجامعة؟ الإعلام الآن أصبح شيء كبير جدا، خصوصا في مجالات عدة، وخصوصا في دول الخليج. يعني دول الخليج ما أقول تفتقد بقدر ما هو تحتاج الكثير من الشباب المؤهل في هذا المجال. صحيح. والمجال أصبح الآن مفتوح، وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، هذه تحتاج أولا إلى قوانين لضبط هذه حتى تسير في خط متفق، خط يعني لا يحيد عن قيمنا ولا يحيد عن عادات المجتمع. صحيح. اخذ على ايدي الجامعات تطوير هذه الاقسام في السعوديه وفي دول الخليج، يجب ان يكون مخرجاتها تتوافق مع سوق العمل. فالزمن يعني الزمن يحتاج الى مواكبته في كل التطور. صحيح. وبالذات ان المجال الاعلامي دائما في تطور. صحيح. مستمر ودائما في التطور، كل ما هو جديد يحرصون يمكن الطاقم الاعلامي انه هو يركزون عليه في هالجانب. اليوم انت ذكرت نقطه جدا مهمه سعد، السوشيال ميديا. نعم. علاقتك بالسوشيال ميديا شلون، حلوه مو حلوه؟ هل انت ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله لست بالنشيط، يعني تجربتي قليلة جدا. اي نعم. مجال جميل جدا، لكن قد يكون في المستقبل الذي
تكون أكتب أكثر. أيوة. اليوم يمكن كثير من الشباب اللي يمكن موهوبين في المجال الإعلامي أيضا يمكن عندهم خامة صوتية، عندهم يمكن خامة في التقديم، عندهم أيضا كاريزما حضور وشخصية، ما صاروا يتجهون يمكن إلى المؤسسات الإعلامية أكثر، صاروا يتجهون إلى السوشيال ميديا. أنت اليوم وجهة نظرك كإعلامي شلون تشوف هذا التوجه من قبل الشباب؟ هو حقيقة هو فتح مجال السوشيال ميديا، فتح مجال الكثيرين التي كانت لا يستطيعون الوصول إلى القنوات الرسمية أو القنوات الخاصة. صحيح. هي مجال مفتوح للموهبة حقيقة وفرصة كبيرة جدا، لكن يعني هناك من استقل يعني هذه بطريقة سيئة جدا، يقدم محتوى ليس بالجيد. يعني المفروض أن يكون لدى الشخص يعني ضوابط قيم اجتماعية حتى، والمسؤولية تقع في الـ في الـ في الـ على على وزارة الإعلام في أي دولة، خصوصا دول المجلس، أن يكون هناك انضباطية، وهذه ما تعمل عليه وزارة الإعلام لدينا، وأتوقع وزارة الإعلام صحيح. الخليجية يكون في مراقبة أكثر على المحتوى اللي يكون موجود في مواقع صحيح. التواصل الاجتماعي. إحنا جدا سعيدين على تواجدك وحضورك معنا زميلي سعد الشبلان القحطاني، شكرا لتواجدك، وأكيد نتمنى أن نشوفك إن شاء الله ونقدم برامج مع بعض بإذن الله. إن شاء الله أنا سعيد بهذه التجربة وسعيد بكم جميعا، الزملاء في مركز الأخبار، الزملاء في التلفزيون، الزملاء في الإذاعة، ومعالي وزير شؤون الإعلام كنا في ضيافته أمس، استقبال حافل. شكرا لكم جميعا، تجربة جميلة وأنا سعيد بهذه التجربة. وإحنا شكرا لك أكيد. والشكر موصول لك. تسلم، شكرا، يعطيك العافية. مشاهدينا، افتتح مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية في بداية هذا العام، وهو الأول من نوعه بالشرق الأوسط، بهدف تطوير الكوادر والخدمات الصحية ومنع حدوث الأخطاء الطبية. المزيد من التفاصيل نترككم في هذا التقرير. يعتبر مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية أول مركز للتدريب بالمحاكاة في مملكة البحرين. الهدف من المركز أن يكون بمثابة مركز تعليمي طبي متكامل، ويسعى المركز نحو تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم الطبي، وبتوفير أحدث التقنيات وأفضل الطرق التعليمية الملائمة. الهدف الأساسي من إنشاء مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية هو رفع مستوى الكفاءة الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين، وأيضا لتدريب الطلاب اللي يدرسون طب في مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين. واللي يميز مركز ولي العهد للتدريب إنه هو مركز متكامل يتكون من عدة مناطق للتدريب. فإحنا عندنا معمل الجثث ومعمل للحيوان وغرف للمحاكاة في كل مجال وتخصصات الطبية من جراحية وباطنية. فهذا الشيء يساعد الأطباء أن يتدربون في هذا المجال قبل ما الطبيب يعمل العملية على الطبيب الفعلي والحقيقي. فهذا الشيء طبعا يقلل من الأخطاء الطبية ويصقل مهارة الطبيب في هذا المجال. مركز ولي العهد يقدم الكثير من المساندة والمشاركة بالنسبة للأبحاث العلمية، وكذلك أيضا مثل ما احنا قاعدين نشوف الكورسات التي تأتينا إما عن طريق الكلية الأمريكية للجراحين مثل كورس اللي هو الATLS اللي هو علاج الإصابات الحادة، أو عن طريق اللجنة السعودية إنزين للتخصصات الصحية. إلى حد الآن طبعا من افتتاح المركز اللي هو كان في شهر فبراير
قدمنا الكثير من الكورسات، منها كورسات للمتخصصة جدا بالنسبة للأنف والحجرة، أيضا كورسات بالنسبة للأبحاث العلمية وكيفية التعامل مع الأبحاث العلمية، وكذلك أيضا كورسات مثل ما احنا قاعدين نشوف إما بالنسبة للعلاج الحاد لأمراض القلب أو العلاج الحاد للحالات الطارئة. إلى حد الآن طبعا من شهر فبراير مسوين تقريبا 8 دورات إنزين على مستوى كبير على مستوى البحرين، وطبعا هذه الدورات مستمرة، ولكن أيضا نتوقع الكثير من الدورات المتقدمة اللي راح تكون منها طبعا، وهذا طبعا شيء قريب من قلبي أنا، اللي هي الدورات الجراحية. هذه بنستفيد منها بالنسبة لمختبر الحيواني اللي موجود عندنا في المركز، وبالفعل اللي نقدر نيسر إحنا هو تقديم الجراحة عن طريق المنظار على كتجربة بالنسبة للحيوانات. فاللي نقدر نسويه طبعا عمليات مثل استئصال القولون، استئصال المستقيم إلى آخره، مع تقنيات جديدة جدا. طبعا الدورات السنوية اللي موجودة منها اللي هو من الأمريكان هارت أسوسيشن، ACLS والBLS، هذه طبعا دورات تقدم على شكل مستمر إنزين، وهي والسبب هو أن كل طبيب في البحرين حاليا متوقع منه أنه يكون على الأقل يكون عنده اللي هو الBLS. كذلك أيضا من الكلية الأمريكية للجراحين في اللي هو دورات الـ ATLS اللي هو التعامل مع الإصابات الحادة، وكذلك إن شاء الله بنشوف تجديد لدورات اللي هو الأتم اللي هو العلاج الجراحي بالنسبة للحالات الحادة، وهذه أيضا بيكون في المختبر الحيواني، والأسد اللي هو تعالج أو علاج الحالات الحادة من ناحية جراحية ومن ناحية جراحة الأوعية الدموية. هالسنة هو 10th edition، طبعا في اضافات جديده حق الكورس، هاي الشيء اللي حمسني اني اشارك في الكورس. طبعا كل سنه هم يطورون منه، بس هالسنه سمعت انه وايد غيروا الكورس. فاصل قصير وراجعين نستكمل معاكم حلقتنا الختامية من شمس البحرين، لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. يمتاز أطفالنا بطرقهم الخاصة في معالجة مشاكلهم وردود أفعالهم، ويجربون كل الطرق المكشوفة وغير المكشوفة للهروب من مواجهة المواقف اللي يتعرضون لها، وأولى هذه الوسائل والطرق هو الكذب. التفاصيل راح نتعرف عليها في هذا التقرير. الكذب من الصفات اللي تتكون عند الطفل في مرحلة البدء بالكلام، ويصبح للطفل عالم خيالي خاص فيه، ويبدأ باختراع القصص والروايات الغير موجودة على أرض الواقع، ويصعب عليه التمييز ما بين الصواب والخطأ. حتى لا يتحول الكذب لصفة مذمومة عند الطفل، لابد من تقويم هذا السلوك بأسلوب صحيح في سن مبكرة. للحديث أكثر حول موضوع الكذب عند الأطفال، معنا في استديو شمس البحرين الدكتورة منى جناحي،
متخصصة في العلاج السلوكي للأطفال. صباحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيش دكتورة. هلا، صباح النور. يا هلا فيش. يعني دكتورة اليوم قاعد نتكلم عن موضوع أيضا مهم، نسمع كل مرة نعود المشاهدين، يمكن هالمرة بنتكلم في موضوع يعانون منه يمكن الأمهات دائما، كيف يتصرفون مع الأطفال اللي ممكن يكذبون بطريقة إن إخفاء أمر معين. اليوم يمكن في إحصائية تقول إن نسبة أو معدل الذكاء عند الطفل تكون مرتفعة لما الطفل أكيد يكذب، لأنه هو عرف شلون خلينا نقول يشرد من الموضوع أو يتملص من هذه النقطة. شنو رأيك بهذه النقطة؟ هو في وايد دراسات تربط الذكاء يعني باللغة، بالحركة، بالنمو الحركي، فمو شرط أن الطفل لما يكون يعني يكذب فهو ذكي، لكن المقصود فيه أعتقد في تصوري أن الكذب في النهاية عبارة عن قصة يألفها الطفل، فهي تدل على أن في نمو عقلي عند الطفل، لأن الواحد عشان يألف قصة لازم يعرف تسلسل الأحداث، لازم بداية ونهاية ويعني يحبك الموضوع، فالنظر للكذب بهذه الرؤية يمكن ينم على أن الطفل متمكن من بعض المهارات العقلية، لكن أكيد دلالة الكذب يعني مو هي المقصودة عند الكبار طبعاً. الكذب صفة يعني غير محمودة ومذمومة. صحيح، بلا شك. يعني دكتورة يمكن نبي نتكلم أكثر، شلون ممكن نميز الكذب عند الطفل لما يكون هذا الكذب يمكن مصاحبة بالخيال، ولما يكون الكذب مجرد كذب عند الطفل؟ نعم، هو دائماً الفاصل يكون العمر، يعني قبل 6 سنوات 7 سنوات الطفل هني عنده بين الخيال والحقيقة الخط غير واضح، موه، فيخلط يعني ساعات يقول لك أشياء هي من خياله لكن يعتقد هو أنها هي حقيقية، فيقول لك مثلا أنا شفت أسد برا، وهو يمكن هو شايفه في التلفزيون، يمكن هو قاري قصة، يمكن أحد قايل له مثلا شيء عن رحت حديقة حيوان شفت كذا كذا، فهو يقول لك أنا شفت أسد، هو متخيل أنه هو شاف الأسد، فطبعا مو شرط أنه هو يكون قاعد يكذب. فالعمر واحد من المعايير. الشيء الثاني بعد يعني السبب اللي يخلي الطفل يكذب، احيانا احنا وايد نضغط على الطفل. صح. الاسره اللي فيها وايد ضغوط، وايد قوانين صارمه، هذه على طول الاطفال اللي عندها يقولون غير الحقيقه، يعني لما يقول لك شيء مو حقيقي استنتج انه فعلا هاي قاعد تكذب. فهاي يعني بعض الاشياء المعايير اللي نقدر نقيس فيها، لكن اغلبها انا اتصور هي العمر. بعد السادسه بعد السابعه يعني يبتدي الخيال، خلاص يعني الطفل يميز بين الخيال والواقع، فمعناه يصير الكذب مقصود. يعني دكتورة نقدر نقول إن في مراحل معينة من مراحل الطفولة يكون الكذب فيها إيجابي بالنسبة للطفل؟ أنا أعتقد أن الكذب مثل ما قلت لك شيء غير محمود ولا يمكن أنه يكون إيجابي، لكن إحنا نظرتنا حق دلالة الكذب شنو هي؟ في المرحلة الأولى من عمر الطفل هي الكذب عبارة عن قصة خيالية ألفها الطفل لعدة أسباب، قد تكون للفت الانتباه، قد تكون لكسب اهتمام الآخرين، لكن أو قد تكون أسبابها عقلية مثل ما قلنا عدم قدرته على التفريق بين الخيال والحقيقة، لكن هي يعني ما يمكن أن تكون شيء إيجابي. يمكن بعض العلماء نظروا لها مثل ما قلنا في البداية أنها هي صورة من صور التطور العقلي عند الطفل، كون أنه يألف وكذا. أنا في رأيي أن بالعكس يعني الذكاء مثلاً مو بس عقلي، في ذكاء عاطفي. صحيح. فالطفل لما ما يقدر أثر هاي الشيء اللي قاعد يسوي، العمل اللي قاعد يسوي على الآخرين، هو قاعد يضرهم صح؟ هو لما ما يقدر هالشيء معناه هو عنده فقر في الذكاء العاطفي، فمو شرط انه هو يكون ذكي يعني عقليا وهاي دليل انه هو ذكي، لا ما يمكن هاي الدراسه ما تكون صحيحه 100%. اي هذه الدراسات يعني عاده تكون على نسبه قليله، تكون صح. لها يعني في لها نتائج معينه وفي بيئات معينه، بس لما يتناولها الناس دائما يتناولونها كانه يحبون، يعني انه اوكي ترى عيالنا ما فيهم شيء ترى الكذب ترى حكايه يعبر عن ذكاء، حتى في دراسات على السرقه. صحيح. في دراسات على وايد اشياء، دراسات يعني كثيره ممكن تكون في جميع المجالات، لكن مو صحيحه كل الدراسات تكون 100% مضبوطه. يعني دكتوره لو بنتكلم شنو هي المسببات اللي تدفع الطفل اليوم عشان يكذب على اهله او يمكن حتى يكذب على زملائه في المدرسه؟ نعم، يعني هو الكذب، الواحد ليش يكذب؟ دائما يبي يقول شيء غير الحقيقه لان الحقيقه مؤلمه، يا اما مؤلمه له يا اما مؤلمه حق الاخرين. الطفل يكذب احيانا لان اللي بيقوله ما يرضي الاهل، فهو ما يبي مثلا يعني انه يضايقهم. احيانا يكذب عشان انه هو يبي يهرب من شيء، يكونون هم وايد ضاغطين عليه وهو يهرب، يبي يهرب انه يواجههم، فشي يسوي يكذب.
هاي واحدة من هاي يعني بعض أسباب الكذب، لكن عادة الكذب إذا كان في عمر بعد السابعة والثامنة الطفل يكذب عشان هو يعرف أن الكذب في النهاية بيؤدي إلى النجاة من مشكلته، يعني عنده مشكلة وهاي طريقة هو شافها الآخرين يتبعونها وحب أنه يجربها وشافها أنها نجحت. يعني هاي المشكلة صحيح. أنه هو يشوف الكذب، يشوف الكبار يكذبون، يشوف ان هاي طريقه نجحت، الطريقه اللي هم يهربون فيها من المواقف المحرجه، من المواقف اللي تضايق، من المواقف اللي تسبب لهم ضرر. فهو الطفل من وين يتعلم هذه التصرفات؟ يتعلمها بعد في النهايه من الاهل. يقول ها هذه خوش طريقه، اذا انا مره ثانيه واجهتني مشكله بسوي نفسها، لان دائما الكبار هم المثل لعلى احد الصغار. دكتوره، اليوم في علامات ممكن تبين على الطفل ظاهريه نقدر نقول ان هذا الطفل يكذب؟ بعض العلامات تدل مثلا لغة الجسد، يكون هو مرتبك الطفل، أحيانا مثل ما يقولون حبل الكذب قصير، فاللي كذب ينسى الكذبة، فيعني يقولها اليوم باكر يكررها بطريقة ثانية. الطفل دائما اللي يكذب ما يكون مرتاح، خصوصا أنه هو إذا كان مو شيء من سلوكه الدائم، كان شيء طارئ. فبسهولة الأم بالذات، الأم والأب اللي ملازمين للطفل يقدرون يكشفون أن الطفل يعني قاعد يكذب. بس دكتورة، يمكن في بعض الأحيان لو بنذكر ذي المثال، الطفل يمكن يرجع البيت يقول حق أخوانه وحق أمه وحق أبوه أنا طقيت لي هال في المدرسة، بس هو يمكن في المدرسة ما يطق لي هال. هل نقدر نقول لما يجي ويقول هذه القصة حق أهله يكون لأنه هو يشوف أن هذا الشيء ممكن يبين أنه هو يمكن قوي الشخصية وهو في الصج ضعيف الشخصية؟ نعم، هذا مثال يعني ممتاز حق بعض أسباب الكذب، خصوصا الصغار لما يكونون في موقف انهم مو اقوياء عند اقرانهم. ساعات مو هو يقول حق اخوانه، يقول حق اصدقائه مثلا ان ترى احنا في البيت عندنا كذا وعندنا كذا، صح. وانا ابوي ترى امس طاق، لان يشوفونه هو مثلا ضعيف، فما يقول انا سويت، يقول ابوي ترى انا ابوي سوي كذا وكذا. هذه كلها طرق للتجمل. الطفل معناها هو عنده ضعف داخله، فيحتاج انه يتجمل من الخارج، فيلقى له طريقه وهي الكذب. شلون الأم ممكن تتصرف مع الطفل اللي يكذب؟ هل في ممكن أمور لازم الأم تركز عليها، أو في أشياء ممكن تسويها عشان الطفل يقلل من الكذب على أهله أو حتى على زملائه في المدرسة؟ نعم، دائما إحنا نشوف الأسباب. دائما أي مشكلة يواجهها الطفل يقول ليش أبحث عن السبب. لما نبحث عن السبب على طول بنوصل حق الحل. الطفل ليش يكذب؟ هل هو يعاني من نقص في الاهتمام في البيت فمضطر أنه يكذب عشان يلفت انتباه الأم؟ يقول لها مثلا ترى المعلمة اليوم صفقوا لي في الصف، ولا صفقوا له ولا شيء، بس هو يبي يحسس الأم ترى أنا كان شاطر في المدرسة مثلا. هل هو قاعد يكذب لأنه وايد مثل ما قلنا ضغطين عليه في البيت؟ صح. هل القوانين جدا قوية بحيث أنه هو يعني مو بعارف يتنفس، فمو عنده متنفس لأنه يكذب؟ دائما نشوف السبب نوصل حق الحل، فإحنا نخفف من هاي الأمور عشان. وفي نفس الوقت في شيئين وايد مهمين. أول شيء القدوة، صح. يعني احنا تعبنا واحنا نقول ان الطفل من وين يتعلم السلوكيات يا جماعه؟ يتعلمها من اللي يشوفه. كثر ما احنا ننصحه ونرشده ونقول له الكذب عيب، الكذب حرام، وبعد شويه يشوفنا احنا رايحين المستشفى. وين رايحين؟ مثلا مكان حلو وسوق ولا شيء، وين رايحين؟ المستشفى. صح. وهو يشوف ويعرف، يعني هو ضعف في تقديرنا حق ذكاء الطفل. الطفل يشوف ومنتبه واعي وينتبه، صحيح. نعم، فهاي واحدة منهم القدوة. الشيء الثاني ان احنا ما نعطي ليبل، يعني ساعات الطفل ترى يقول لنا اشياء عفوية، صح. عرفت شلون؟ مثلا ايه انا سويت كذي، انا سويت كذي، ونضحك معه ونطوف السالفة، خصوصا اذا تصير. لو عطيناه ليبلنا التسمية هذه ترى كذب، ها انت كذاب، ساعات نركز الفكرة عنده. لازم بعد احنا شوية نكون حذرين من هنا. يمكن توافقيني دكتورة في ذي الموضوع، انه ممكن الطفل لما يكذب الام تعرف انه هو يكذب وتخليه، ما عليه، خلي يقول لي يبي يقوله. فهاي الغلط يمكن اللي تسويه الام ممكن يتراكم مع الطفل لما يكبر، صح؟ صحيح. ويتعود، صحيح. على الكذب. يعني شنو لازم الام تسوي لما تشوف انه ولدها يكذب عليه؟ شلون لازم تبين لنا ترى انت اللي قاعد تسويه غلط؟ نعم. بس بطريقة ممكن يستوعبها الطفل، ولو صار أي شيء ما يخش على ماما مرة ثانية. شوفي، هو لازم الأم تكون يعني واعية حق وملاحظة سلوك طفلها. هل دي أول مرة يكذب؟ هل هو تعود كرر الكذب أكثر من مرة؟ ليش قاعد يكذب؟ وايد معلومات لازم تجمعها قبل ما تتخذ القرار. بعدين إيش كثر عمر الطفل؟
هل هو أول مرة يعني هو عمره 4 سنوات أو 5 سنوات قال لك كلمة كذي شيء عابر مرح صح. إيه أنا ما كليت أنا كلت صحنين مثلاً وهو ولا كلا شيء والله هي كذبة لا يعني قنبلة تبين إن هي كذبة عرفتي هاي الأمور تأثر التساهل في الكذب بعد سن السادسة غلط لأن الطفل يعتبر إن هذه الأسلوب نجح وإذا هو صاد إن الأسلوب نجح راح يكرره صحيح. وإذا كرره مرة ومرتين يقوى السلوك دائما السلوك من البداية عدم التساهل معه وإيقافه وإيقافه مو لازم بالعنف يعني الأطفال في 7 و8 سنوات يفهمون صح. ترى إحنا نعرف إن أنت ما نقول لك كذب أنت إحنا نعرف إن هذه مو هو اللي صار هذه مو الحقيقة في ذي الموضوع بالذات مو أنت كذاب يمكن حتى ما نستعمل إن أنت كنت كذاب هذه كلمة تكون قوية على الطفل دي ما نسوي يعني ساعات إحنا لما نطلق علينا لما نقول له كذاب معناه هو كذاب طول اليوم أمس كان كذاب واليوم كذاب وباكر كذاب صفة عامة صح لكن لما أقول له في ذي الموقف تحديدا أنت ما قلت الصج ترى احنا نعتقد ان انت ما قلت الصج يمكن تكون عندك اسبابك احنا بنسمعها من عندك بس احنا متاكدين لان احنا سوينا الريسيرش مالنا وسوينا ذي وعرفنا ان انت قاعد ترى ما تقول الصج فنسأله يعني كان في نقاش بين وبين الطفل على ذي الموضوع اطفالنا اذكياء صحيح. اهم شيء ما يتمرر الموضوع ببساطه يعني يوقفون عنده ويتناقشون مع الطفل يشوفون يعني نقدر نقول انه لازم الاهل يركزون على هذه النقطه ويمكن في تفاعل من قبلهم على ذي الموضوع عشان هذه المشكله ما تتفاقم عند الطفل نعم. اكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا الدكتوره منى جناحي اختصاصيه السلوك شكرا لك ويعطيك الف عافيه شكرا لك مشاهدينا بزنس ستارت اب سيمينار البحرين ما هي ابرز الخطوات الاساسيه لبدايه اي مشروع كيف تكتشف الفكرة وكيف تعرف رأس المال نتابع في هذا التقرير سيمينار البحرين دورة تدريبية قام بها المهندس الكويتي أحمد عبد العزيز المطوع بفندق فور سيزن البحرين حيث قدم للحضور ملخص السيمينار والخطوات الأساسية لبداية أي مشروع تجاري وما هي أبرز الصعوبات اللي راح تواجههم في بداية هذا المشروع البحرين مو غريب عليها الآن نهضتها شبابها يبون مشاريع يبون أفكار يبون نفذون شلون ننتقل من مرحلة التخوف والتردد من عمل حر يعني إن أنا بطلع من وظيفتي بطلع من المهنة اللي أنا فيها إلى أنا بشتغل في بزنس والبزنس هذا يكون ربحي البزنس هذا يغطي حق البزنس نفسه فالسمينار هذا والدورة هذه الآن تغطي بشكل خاص هذه النقطة إن أنا أقدر أنتقل من مرحلة التردد والتخوف إلى أني أبلش عملي الحر وانطلق فيه وأحاول بقدر المستطاع أتفادى الأخطاء اللي تطل أول سنة دائما في المشروع الصغير واقعيا على أرض الواقع كنت شغال في دبي أول ما تخرجت من أمريكا ومن ثم يوم الأيام قدمت استقالتي وقلت أبي أبلش عمل حر أنا أستمتع فيه ويغطي الأشياء اللي بسويها ما قلت ما عانيت في البداية صارت معاناة أول 5 سنة ولكن الحمد لله اليوم بعد 10 سنوات من العمل الحر والشغل الآن عندي 4 شركات فوق 150 موظف في شركاتي وبزنسي وأعمالي الحرة لذلك هل أنا أشوف هل أنا شفت اللي أنا بصير عندي 4 شركات و150 موظف أول ما تقدم استقالتي لا بس اليوم الحمد لله الحمد لله أنظر للوراء أركب النقاط أحط النقاط على الحروف وأشوف أن هذه الخطوة اللي خذيتها بقد تقديم استقالتي من وظيفتي وعملي الحر هي خطوة جيدة وأنصح فيها الكل في السوق البحريني في المجتمع الخليجي الآن يبتدي يعمل حر لأن العمل الحر هو أساسه موجود في الشعب الخليجي أولاً بديت أنا كموظفة في وزارة الصحة فعلاً كراتب بسيط حاولت أني أنا أطور من نفسي طلعت إجازة من غير راتب أخذت ماجستير رجعت أخذت ماجستير ثاني يعني قضيتها جمعت شهادات بالتالي حسيت أن أنا إذا قعدت في الوزارة ما راح أعطي اللي البوتنشل اللي عندي أكثر فلما فتحنا العيادة طبعا في البداية أكيد يكون ستراجل يكون شوي في صعوبات بس الصعوبات مع الوقت إذا عندك إصرار وعزيمة وعندك تخطيط سليم تقدر تتعداها وتوصل لمرحلة النجاح والحين الآن إحنا مع العيادة مع شركة مبادر إن شاء الله عشان هاي النجاح نسوي بعد نجاح أكبر ونسوي منه قصص أخرى إن شاء الله ما يشوفون شنو داخلك
طموحك؟ شنو جمل طموحي؟ هل طموح ملموس؟ هل الإنسان طموح ملموس؟ طموح داخلي، شغفك، تحب تسويه، تمارسه. ومن السينما ننتقل إلى السينما لمحبين الأفلام. مثل نهاية كل أسبوع راح نتعرف على آخر إصدارات شباك تذاكر سينما البحرين مع المشرف العام لشركة سينما البحرين الأستاذ محمود جقبير. صبحك الله بالخير، يا هلا مرحبا فيك محمود. صباح الخير، يا هلا فيك. أهلا وسهلا. ننتظر هالفقرة يمكن كل خميس وفارغ الصبر. خلنا نتكلم في البداية محمود عن أكثر الأفلام اللي احتلت الصدارة يمكن الأسبوع الماضي. الفيلم اللي احتل الصدارة واستطاع أن الأسابيع الماضية أيضا يحتلها فيلم شزام. شزام سوبر هيرو بلا شك. أول ما بينزل عندنا فيلم، فكرة دائما الصراع ما بين الخير والشر دائما موجود من بداية العالم، وإحنا نشوف الصراع بين الخير وبين الشر. دائما الناس تحب أفلام السوبر هيروز لأنها تجسد لك الخير ضد الشر، وتحب الناس كطبيعة بشرية موجودة عندنا أن إحنا دائما الخير ميزانة أقوى وأثقل صح. من الشر اللي موجود. قصتنا وبطلنا مميز لأن أتكلمين عن أطفال عمرهم تقريبا 14 سنة. حديث دائما يجري ما بين الأطفال، ممكن تقولين أن هل لو استلمتي قوة خارقة هل تفضلين الطيران أو تفضلين الإخفاء؟ فالصراع دائما هل بطل خارق يكون يختفي أفضل أم يكون طائر أفضل؟ هذه الصراع اللي يصير بينهم أو الكلام يصير بين الأطفال. إلى فعلا أن شفنا في قبال عليه محمود الأسبوع اللي طف واللي قبله بعد وايد، هذا ما سبب أنه يصل إلى المرتبة الأولى. يعني فعلا محمود فيلم جميل، لكن محمود شو اللي يميز هاي الأفلام عن الأفلام اللي يمكن مشابهة لمن الأبطال الخارقين؟ يميز يمكن هذه لأنه طفل. وأنت تخيل تعطين طفل قوة خارقة دائما عمره 14 سنة يستطيع. في وايد ناس تقول لك أنا لو عندي بيزات صح بسوي كل شيء، بسوي كل الخير، ويا ريت يكون عندي بيزات، ليش ما عندي وليش ما، أو لو عندي القدرة أو القوة أو لو أنا في المنصب المعين أو في هاي بسوي وببدل وهاي. لكن ما يدفن أن فيه مع وجودك أو مع إعطائك لمثل الأشياء في ضريبة، والضريبة هذه نفس الإنسان، طريقة تفكيره، هل يتوسوس في عقله، هل يتبدل، هل ما يتبدل. فأصلا فيلم شزام هو اختيار شخص يكون نقي بالنقاوة اللي يستطيع أن يحمل مثل هالقوة الخارقة اللي ممكن يحارب فيها الشر. فأيضا هو لما يختار، شفنا في المقطع لما يروح للساحر الموجود أو اللي الشخص اللي كان يمثل الخير، يعطيه كل الخير وكل هالطاقة من أجل أنه يدخل في صراع مع الشر. ونشوف أيضا وايد حركات الطفل يطغو على القوة الخارقة. لقطات جميلة، يمكن مقاطع كوميدية وخفيفة صح. كثير من الكوميديا اللي موجودة في داخل الفيلم جميل. يعني محمود احنا اليوم بنتكلم عن فيلم يمكن شفنا له قبال جدا كبير. أنا بخلي لك أنت أكيد حق المشاهدين تشرح دين الموضوع، تتكلم عن الفيلم أكثر وشون شفت الإقبال عليه. هو توه يمكن في أمس أول أمس نزال صح الفيلم؟ يوم الأربعاء. يوم الأربعاء أمس. كلمنا عن هالفيلم. أفنجرز. فعلا لما تبتدي تتكلم واحد يأخذ نفس عميق لأنه ما بيوقف. أظن خلينا نعطي حقه ونتكلم عنه ونرجع. أول شيء بنرجع ل 2018 شفنا أفنجرز إنفينيتي وور. صح. Avengers Infinity War نعطي نبذة عنه من أجل نذكر الناس شنو اللي كان صار. Avengers عبارة عن مجموعة من الأبطال الخارقين موجودين مع بعض في ترابط معين مسوينا الأفنجرز. من ضمن هالأبطال ثور، آيرون مان، هالك، كابتن أمريكا، كل هالأبطال كلهم الخارقين كلهم تحت مسمى Avengers. أو الفكرة الأساسية مالتهم اللي هي محاربة الشر أو إبقاء الخير والسلام على وجه الأرض والمجرة بالكامل. نتعرف هناك على الشرير، وهاي الشرير يعتبر من الأقوى، ثانوس. ثانوس عنده مخطط، المخطط ماله أنه يجب أن يجمع 6 مجوهرات هذه أو 6 قطع من المجوهرات، وجمعهم مع بعض ممكن أن يعطي قوة في المجرة مو موجودة. يحاولون يتصارعون معه، يتحاولون يتغلبون معه في الجزء الماضي. كل ما أوتيوا من قوة يستعملونها، لكن يستطيع الحصول عليهم وعن طريق تجميعهم مع بعض
نشوف نهاية الجزء الماضي بأن استطاع أن يفني نص العالم. العالم صح. يختفون كلهم. يقف هناك الفيلم وننتظر نشوف شو اللي يصير في هالجزء. هالجزء طبعاً نبتدي نشوف أنه يصور لنا 5 سنين ما بعد اللي صار. نص العالم مو موجود. العالم كله في دمار. كل واحد تفرقوا. الأفنجرز مو موجودين أكثر من شذي. وهني أنا بقف عشان ما أحرق على الناس أكثر، لأن هذا الجزء وايد فيه معلومات حساسة، وايد فيه أشياء أي كلمة هني ممكن أن تخرب على الفيلم. صح، وتحرق الفيلم. رجعنا الماضي، ذكرناهم باللي صار، وعطيناهم بداية الجزء هذا شنو بيكون. إحنا طبعا قبل فترة عدة أشهر تعرفنا على أيضا بطلة خارقة موجودة في الدور النسائي اللي كان موجود، اللي هي كابتن مارفل. ايضا شنو بيكون دورها ايضا معاهم في هالجزء، شنو ممكن يسوون، شنو ممكن يصير. بس محمود يعني نزل الفيلم امس، لكن نشوف من امس انه في اقبال جدا كبير عليه. صح، وايد وايد. احنا اول امس كان في نوع من بريمير شو للفيلم. البريمير شو طبعا يحدد ايش كثر الناس حابه الفيلم وهذه. فيعني هو كان البريمير شو تقريبا الساعه 8، فمن الساعه 6 كانت الناس موجودة مصفوفة. ساعتين قبل بداية الفيلم كانوا موجودين حابين، واللي جاي لابس الزي مال البطل الخارق واللي حاب طبعا في الصالة التصفق اللي كان موجود لما يطلعون السوبر هيروز، التفاعل والقوة الإيجابية اللي كانت موجودة عند الناس يراويتش إيش كثر الناس حابة، والناس تسأل كانت عن الفيلم. صح. والفيلم أيضا سووا بنمط مجموعة عودة من الفورماتس اللي هو الاي ماكس 3D، اللي أنصح فعلا بمشاهدته عن طريق الاي ماكس 3D، والأتموس أيضا اللي هو السبيكرات في كل مكان. صحيح. أيضا حتى في السقف، فالصوت يكون نقي وجميل جدا، وال3D والنسخة العادية، فكلهم موجودين. من الأشياء أيضا اللي فعلا عشان نجاري الناس، وأيضا في فترة إجازات موجودة كانت، وهاي فقرروا أن في سيتي سنتر تكون مفتوحة السينما 24 ساعة ما شاء الله لمدة اليومين أيضا القادمين، من أجل أن الناس أي وقت حب الدش الصبح في الليل هاي طالع ساعته يروح يحجز ويدخل يشوف فيلم. ف 24 ساعة الفيلم قاعدين عرض من غير توقف. حمود قاعد نشوف فعلا جميع الأبطال مشاركين في هذا الجزء. يمكن خلنا نتكلم من الأبطال اللي لهم دور أكيد أساسي ورئيسي في هذا الفيلم بالتحديد. الأساسيين طبعا الموجودين هم نفس الأبطال الأساسيين اللي نشوفهم دائما واللي كانوا في الجزء اللي قبل، لكن في منهم وايد اختفوا. شنو بصير، شنو بكون مصيرهم، ما أقدر أقول شيء أنا لأن أنا وعدت أن ما بأحرق، لأن فعلا وأتمنى اللي يشوف الفيلم أيضا ما يخبب الناس، لأن أي معلومة تطلع هي يعني سهل أن الإنسان يقول أنا شفته هاي، لكن صح. بيحرق على الناس متعة مشاهدة الفيلم. التشويق اللي موجود هو اللي يزرع لك الرغبة أنه شنو بصير، وين بروحون، وين ثانوس، وين الباقيين، شنو بصير حق الأفنجرز، العالم كله في دمار كامل، فشنو ممكن يسوونه. هذه اللي شوي صعبة وممكن تسوي المعادلة الصعبة في فأتوقع الكل متحمس عشان يعرف نهاية يمكن الأبطال الخارقين ونهاية هذا الفيلم بالتحديد، خصوصا أن هذا الفيلم من جزئين. شفنا الجزء الأول السنة الماضية، وحين هذا الجزء اللي هو مسمى بأند جيم، نهاية السلسلة مالت أفنجرز بهالطريقة. فشنو اللي بيصير في النهاية، شنو ممكن يحدث، ما نحرق الأكيد الفيلم، والناس فعلا متعشة، والناس يعني أكرر أن فعلا لا حد يحاول يحرق، لأنه لما تعرفين قصة الفيلم تروحين تشوفين في وايد مثل أفلام الرعب أو شيء تكون عارفة والله بيطلع لهم وحش أو شيء وحش فيه وبتقتلهم، فأنت رايحة عارفة بس بتروحين تشوفين المشاهد الموجودة. لكن هذه فيلم طوله 3 ساعات ودقيقتين ما شاء الله، متكاملة بالكامل. حاولنا أن نسوي نوع من البريك وشيء، لكن يبدو أن العالم كله قاعد يعرضها بالكامل من غير أي بريك موجود في الفيلم. حلو. تضطرين مش الناس 3 ساعات ودقيقتين يطلعون الفيلم للنهاية وكل شيء. بس أقدر أقول لهم شيء واحد، في ناس تنتظر في النهاية يكون صح النهاية، دائما أنا أنتظر النهاية، هذه مو موجود، مو موجود. زين قلت لي عشان ما أنطر يعني هذه ممكن أقول لأن ما فيها تخريب ولا فيها شيء، لأن كل مرة عقب الفيلم أنطر شنو بيصير يمكن في الفيلم اللي عقبه. لا مو موجود شيء في النهاية، بس الأسماء تطلع كلها موجودة اللي حاب يشوف الأسماء اللي قامت على الفيلم. وطبعا الممثلين الموجودين تقريبا في 120 ممثل موجودين، فمن من اللي موجود، من هو سوبر هيروز،
شنو اللي بيصير، شنو دور كابتن مارفل ايضا في القصه، لان عرفونا عليها قبل بضعه اشهر، شنو اللي بيصير، خلي المشاهدين هم يدشون يستمتعون ويعيشون لحظاتهم مع ابطالهم الخارقين اللي يحبونهم. ايضا سبايدر مان موجود، وهو هذه اللي يحبون المشاكسه صح فايضا موجود دائما وجوده يضيف نكهه يمكن في البلد فعلا، لانه هو هو السوبر هيرو تقدر تحبب عنه مخرخش شوي لحين مراهق ودائما يطنزون عليه صح. يعني محمود احنا بعد نتكلم عن فيلم يمكن ثاني او فيلم الثالث لهالاسبوع، هو فيلم الرعب، كلمنا اكثر عنه وشن اسمه. بوضع عباره عن خنزير بربي، الخنزير بربي هذه حجمه هائل، يمتلك قوه وسرعه وابيتايت، عنده شهيه للاكل ودبح الناس، فنشوفه يلاحق الناس يذبحهم يقتل فيهم يتصدون له، هل ممكن يذبحونه مو ممكن يذبحونه، هاي اللي نشوفها في الفيلم. يعني فعلا محمود حق الاشخاص اللي يحبون افلام الرعب لهم نصيب جدا كبير. بعد فيلم ثاني رعب بنتكلم عنه صح، موجوده فعلا The Curse of La Llorona. Curse of La Llorona هي اسطوره، كتاب يعني شيء متردد على أذهان المكسيكيين، مأخوذة أصلاً من المكسيك الفكرة أو القصة أو اللي صاير، إنه كان في امرأة وهذه الامرأة أغرقت أولادها الاثنين في أحد البحيرات، وروحها الشريرة بقت أو شيء، وما زالت هي يعني تصطاد الأطفال وتذبحهم عن طريق البكاء، فينجذبون لها وتقتلهم بطرق مختلفة. فبطلتنا اللي توصل تصل إلى المنطقة اللي موجودين فيها، تعيش في هالبيت، البيت هذه يبدو أنها موجودة هي فيه، عندها الأطفال ويسمعون الأصوات ويحسون ويدركون وجود شر معين بطريقة معينة. وطبعا لارونا تسوي الشيء اللي هي تحب تسويه اللي هو ذبح الناس، شلون ممكن تحاول وهل ممكن أنهم ينجون منها. دائما افلام الرعب انا استغرب يعني سويتش الليت ما يدلونه هذه الاشياء هذه يمكن نقطه دائما احنا نركز عليها، دائما تشوفي تقول ليش ما بطل الليت، خصوصا الافلام صح ليش ما بطل الليت او ليش ما اتصل او ليش يعني صح، دائما نقول لما يصير يمكن اي شيء يخرع نقول زين ليش مو دايركت يرفعون التلفون سيدي ينزلون تحت من هلو صوت واطي يعني كأن القوة الشريرة او هذه ما يسمعونهم، او اذا انخشوا تحت السرير هذه القوة الشريرة تمتلك كل القوى لكن الوحيده ما تشوفها هناك، يعني البعد الثلاثي اللي تحت السير ما تحسه او ما شابه ذلك. هاي الشغلات في وايد اشياء طبعا مضحكه في الافلام الرعب، عشان كذي دائما الفيلم الرعب ذو الاخراج المميز، القصه الحلوه، الممثلين البارعين هو اللي يشد الناس، اما الباقي مشاهدينا هذه كانت طبعا افلامنا لهالاسبوع في سينما البحرين، واكيد نشكر تواجدك حضورك معنا الاستاذ محمود جبير المشرف العام لشركه سينما البحرين، شكرا لانه كنت فعلا في هالموسم تنقلنا كل اسبوع عشان تعرفنا على جديد السينما، شكرا لك. شكرا لك وللطاقم الجميل اللي ما حد يشوفه طبعا وراء الكواليس لكن خفاف دم وحبوبين وقضينا وقت طيب وجميل مع بعض. تسلم. ان شاء الله اكون كنت ضيف خفيف على الجميع دائماً. أتمنى لكم إن شاء الله رمضان طبعا على الأبواب، رمضان كريم للجميع إن شاء الله، والله يرزقكم كل الخير في رمضان، شهر الخير حق الجميع، ونشوفكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في برامج مختلفة إن شاء الله. تسلم محمود يعطيك ألف عافية، شكرا. وبكذي نكون وصلنا لختام حلقة يوم الخميس وختام هذا الموسم من برنامجكم الصباحي شمس البحرين، حابة أشكر فريق الإعداد وفريق العمل على الجهود اللي بذلوها خلال هذه الأشهر لتقديم كل ما هو مميز وجديد وحصري لكم مشاهدينا، وأكيد نشكر جميع الضيوف اللي نورونا في الاستديو وأضافوا لنا الكثير. يتجدد معكم اللقاء في برامج ثانية بلا شك، وأكيد أنا حابة أشكر جميع فريق العمل من مخرجين يمكن من مهندسين صوت، مهندسين إضاءة، من مصورين، من فريق المونتاج، من فريق الإعداد، جميع يمكن من أشرف على هذا البرنامج طوال الأشهر السابقة، وإن شاء الله يا رب نلقاكم في برامج جديدة ومختلفة وتكون متميزة، ونكون وفقنا في نقل أكيد كل المواضيع اللي تهم الأسرة البحرينية والخليجية بشكل عام. أكيد نقول لكم كل عام وانتم بخير ورمضان كريم ومع السلامة.